كاين واحد الرسالة صغيرة بغيت نقولها وعن تجربة تاعي هنا. بغيت نقول بلي في الدنيا رانا عايشين الباسي وعايشين البريزون وعايشين الفيتور، لكن تقريبا جل الناس عايش الفيتور كتر ما عايش البريزون، وعايش الباسي كتر ما عايش البريزون. انه في الدنيا عندك الباسي تاعك اللي غادي تتعلم منه، وعندك الفيتور اللي غادي يجي مع الوقت، وعندك البريزون اللي هو اهم حاجه نعيشو زعما نبروفيتو منه بيان سور فيما يرضي الله. بيان سور بروفيتي وعيش وعيش وقتك، وما تدوش تخمم على الباسي. الباسي صاي فات، والباسي اللي درنا فيه غلطه راح نتعلموا منها وغادي نصحوها وما نعاودوش نديروها. والفيوتير ان شاء الله اللي راه جاي يجي مع الوقت، وربي غادي كاع ما تخمس، ربي غادي يعطيك على حساب نيتك وعلى حساب قلبك. جيست كونك صافي مع ربي وكونك صافي مع الناس. الله في عوني العبد ما دام العبد في عوني اخي. هذه تجربه تاعي انا شخصيا، ولا بها نبغي ننصح بها الناس. يعني رب سبحانه غادي يكون في عونك ما دام انت راك في عون الناس. دير الخير، مد، ساعد، ما تكرهش. يعني كاين ربي هو اللي يحكم في الدنيا كاع، كاين ربي، ما كاينش عبد اللي يحكم، كاين ربي اللي يحكم. ربي راه يشوف فيك انت اش راك دير مع الناس، ويشوف التعامل تاعك مع الناس، ويشوف التعامل تاع الناس معك. ان شاء الله ما تخموش الباسي بزاف، وعيش لك البريزون تاعك، والفيتشر مولاها ربي، والباسي راح تتعلم. وردي ربي سبحانه، وردي والديك، وعاون الناس، وكونك سعيد، اضحك، دير سبور، خذك من العادات السيئه، وربي ان شاء الله نوصل توصل وراك باغي، وتعيش السعاده الحقيقيه. والاهم هي الهنا، كي تعيش هاني طيب راك بلغت القمه تاع السعاده. ربي يوفقكم جماعه، يوفقني ويوفقكم ويوفق الناس اجمعين يا رب العالمين.